سي حسين، سي حسين امام تل يا حكومة الشرعية، يا حكومة الشرعية وترايكة الأغلبية، للشعب أعطيت هدية أمن مع حريات، مرشوشة بسلفية محشية بميليشيات، ملفوفة في هوية برنوس وتخميرات. شاهدنا للريح، الريح ماك تعرف يخدم في العباد البريود هذه، هذاك علاش باش نرمو شاهدنا للريح. وينك البطالة بالشهيد؟ يجاو يا ولدي، راهي مرا فاضلة جاية باش تخدمك، راهي مرا فاضلة هاو خلكم الوزير، راهي مرا فاضلة جاية باش تخدمك، هاي تفهمت معاه، هاي باش تعدى تو. وينك؟ راه ولدي يا راهي مرا فاضلة، فهمني، راهي تغير على البطالة، تغير على البطالة وتخطفها وهي طايرة. شوي ها هاي هاي وين دبلوماتكم؟ حضروا سيد هاي ولد روح، هاني 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 المقصود من الرسم هذايا هو قتامة المشهد اللي تعيش فيه تونس اليوم، والقتامة هذه ما متسببة فيها فرقة جديدة تعيشوا فيها اليوم ما بين التوانسة. عدنان حاجي البارح في تصريح للتونسية قال اللي هو يدعو الاتحاد إلى عدم تنفيذ الإضراب، شنو هو موقفكم؟ الإضراب متواصل والإضراب مازال قايم. نحن ما عندنا حتى موقف، نحن نساندوا الإضراب وباش نقوموا بإضرابنا وشروطنا اللي موجودة لابد تتنفذ، وماشيين للإضراب متاعنا والإضراب باش ينجح. وكما تعود الاتحاد ما نجم كان ينجح أي قرار ياخذه في هيئته الإدارية الوطنية. بالنسبة للإضراب يبقى هو الحل في الأخر، معناتها المفر الوحيد هو الإضرابات. علاش؟ على خاطر بالنسبة للاتحاد استنفذ القوات جميع الوسائل باش توافق مع الترويكا مع الحكومة الحالية وشيء، لكن هي رافضة أباغامون كل حل معناها للتفاهم. ما الرسالة من وراها سهلة برشا وبسيطة، اللي كونوا الفنانين مع الاتحاد أولا ومع كل المطالب الشعبية للشعب التونسي وللعمل التونسيين، وأنه الإضراب هو حق شرعي، ودائما مطالب الشغالين هي مطالب شرعية لا يمكن إلا أن الإنسان يدافع عليها ويقف معها. ورجاء حفظ نشيد الاتحاد مردده جميعا حين إنزال الشموع. سيد الفنانين اليوم واقفين قدام الاتحاد، شنو الرسالة اللي نسمى يكونوا يحبوا يوصلوها؟ اللي الفن مع الاتحاد. فماش رسالة، فما وجود، لأنه رسالة يحتمل توصل يحتمل ما توصلش، دونك فما وجود، فما مساندة تامة للاتحاد العام التونسي للشغل ضد الهمجية الكبيرة اللي صايرة، واللي هو نقول لنا بعد الاتحاد ما عادش فما حد شيء، بعد الاتحاد المواطن العادي اللي يتعدى في الشارع وينجم ياخذ مصروفه على خاطر ما ينتميش للحزب الحاكم اليوم. ساعة أنا جيت بصفتي بنت الاتحاد، بنت محمد علي، وجاي باش نستقبل الفنانين اللي التحقوا اليوم في التحرك هذا شعبي. فاني اليوم باش ننضم للمناضلين الاتحاد باش نستقبل الفنانين
اللي اليوم يعيشوا يبدو لي لحظة فارقة بعلاقة بنشاطهم وتموقعهم فانضمامهم لهالحركة هذية باش يخلي أيضا انحيازهم لقضايا شعبهم باش يكون ممكن غدوة عبر إنتاجهم وأثارهم. لا توهقي لا تخابي، لا توهقي لا تهابي، وخرجوا بالكهوف ضاربين الضفوف رافعين السيوف على أصحاب العقول والكيوف، وخرجوا بالكهوف الناس تشوف مدلسين الحروف حاردين الدابية والدابة اجمل والحلوف الطايرة والسايرة الحشر والخروف.